السلام عليكم يا ست الكل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ مش شايف الحاج يعني؟ مش راح يقابل ابو مروه من نفسه كده ليه؟ لا طبعا مش من نفسه، ده هو بعت له واحد وقال له الحاج عايزك ضروري. غريبه دي، ما يمكن عايز يتكلم معاه في مساله الشبكه والمهر. طب ما اتكلمش معايا انا ليه؟ ما انا كنت عنده يا ماما، ما جابليش سيره ليه؟ معلش يا حبيبي، ما انت عارف الحاجات دي بقى بتبقى بين ابو العروسه وابو العريس. بس غريبه ان مروه ما جابلتش السيره. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا بيك. وانا بقول ايه النور اللي فج كده فجاه في المغلق كده؟ ربنا يخليك. اهلا، اتفضل ابو الباشا، اتفضل. يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا. اتفضل اتفضل، المغلق نور. ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا، والد حضرة الضابط يا حاج. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل اقعد. تشرب ايه يا عم الحاج؟ متشكرين، مفيش داعي. مفيش داعي ازاي بقى؟ ده أنت ضيف يا راجل. هات له قهوة، متهيألي سكر زيادة شكلك كده. خلي بيت وردة تجيبها وما تخليش حد يخش علينا. تحت أمرك يا حاج. أظن يا حاج كان سهل العنوان وأنت جاي. اللي يسأل ما يتوهش يا حاج. عفارم عليك، اللي يسأل ما يتوهش. بس يا أخي سبحان الله، في ناس تسأل وتعرف ومع كده برضو بتتوه. ربنا يكفينا شردتوها يا حاج. اللهم آمين. إنما عدم المؤاخذة في السؤال يا حاج، أنت ما لاحظتش وأنت داخل كده المغلق ده الله أكبر الله أكبر يعني قد إيه؟ ربنا يزيد ويبارك يا حاج. اللهم امين. على فكره ده غير المصنع اللي فيه المكن، مكن خشب، مكن ياما. ده غير السبع عمرات. سبع عمرات. وده بقى غير الاطيان والعزب. واما بنعمه ربك فحدث. ونعمه بالله يا حاج، ربنا يزيدك ويبارك لك. انما اقول لك يا حاج، انت حضرتك بتشتغل فين بالظبط؟ أنا موظف في وزارة الأوقاف يا حاج. بسم الله ما شاء الله، وزارة الأوقاف. ويا ترى ماسك أني حتة في الوزارة دي؟ أنا رئيس قسم، صحيح على قد الحال لكن الحمد لله مستورة. ألف حمد وشكر. طب بالمناسبة، يا ترى أنت بلغك إن ابنك جه يطلب إيد بنتي في البيت؟ أيوة يا حاج، ما هو ابني قايل لي على كل حاجة. ويا ترى ايه رأي حضرتك؟ والله يا حاج، اللي انا اعرفه ان ابني ومروة بنت حضرتك يعني بيحبوا بعض ورايدين بعض. طيب يا حاج، وانت راجل خبرة، يعني تفتكر ان الحب وحده يكفي علشان يفتح بيت؟ مش فاهم قصدك ايه يا حاج. أنا فهمك يا عم الحاج، يعني لو رجعنا لزمان أيام أنت ما رحت تطلب الست أم علاء من أبوها، يا ترى أنت قلت للراجل إن أنتوا بتحبوا بعض وإنك أنت عايز تتجوزها فوافق على طول، ولا الراجل طلب مهلة يفكر وبعدين يتأكد منك بتشتغل إيه وإذا كنت تقدر تفتح بيت ولا لأ؟ طبعا يا حاج، الجواز مسؤولية. اسم الله عليك، والإنسان لازم يبقى قد المسؤولية. طبعا. طب يا ترى تفتكر إن ابنك قد المسؤولية دي؟ ابني ظابط يا حاج، عنده مرتب يقدر يفتح بيه بيت. أنا لما اتجوزت كان مرتبي أقل من مرتب على ابني، ومع ذلك قدرت أفتح بيت. قدرت تفتح بيت. بس انهي بيت يا حاج؟ قصدك ايه يا حاج؟ قصدي ان في فرق بين بيت وبيت. واظن انت لما شرفتنا النهارده ودخلت على المغلق شفت الخير اللي ربنا معيشنا فيه، الحمد لله. وبعدين انا طبعي غير بقيه الناس خالص، انا عندي طبع وحش قوي. اما اجوز بنت من بناتي لا يمكن اصرف عليها بعديها مليون احمر واحد، جوزها لازم يتكفل بكل مصاريفها. وهو يعني يا حاج على ابني لما جه يطلب ايد بنتك ما كانش عارف انه هيقدر يصرف على مراته؟
اعرفه ان هو قايل لك على كل حاجه ومعرفك كل حاجه بصراحه، لدرجه انه قايل لك مرتبه كام. هي المساله دي، مرتبه كام؟ طب اقول لك حاجه بقى، بيني وبينك، مرتبه ده مصروف ابني، مصروف ايده بس قد مرتب ابنك ده 10 مرات، والبنت اللي بتعوزه بتاخده. شوف يا حاج، احنا صحيح ناس على قدنا، لكن لازم تعرف كويس ان كرامتنا فوق كل شيء. عمال تلف وتدور وتقطمنا بالكلام، قول انك مش موافق وخلاص. ابني مش هيتجوز بنتك بالغصب يا حاج، وياريت كل واحد يروح لحاله، لان احنا مش قدكم. الله 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 الله، يا عيني عليك يا عم عبد الرحيم، اهو كلامك ده كلام مكر بجد، يخش الدماغ ويريح بصحيح. بس عايز اسالك سؤال برضو عشان ابقى خلصت كلامي. افرض الواد والبت برضو، خصوصا البت، وانت لسه قايل وانا اتاكدت انها بتموت فيه وبعدين متعلقه بحباله. اقعد اقعد اقعد، خد نفسك وقول لي، قول لي ايه رايك، هنعمل ايه ساعتها؟ ايه المطلوب مني يا حاج اعمله؟ انا كل اللي هعمله ان هقول لابني ابوها مش موافق عليك، فاصرف نظر يا ابني عن الموضوع ده. ولما هقول لابني عن الاسباب، اكيد ابني هيأيدني في رايي، لان ابني زي عارف ومتاكد منه ان كرامته من كرامه ابوه. ونعم الكرامه، بس افرض برضه البنت ركبت دماغها وراحت لابنك وقالت له تعالى نتجوز. انا بقى مسؤوليتي ابني، انما بنتك بقى مسؤوليتك انت يا حاج. ونعم الناس، عندك حق. انا بقول بس لو البنت فعلا ركبت دماغها وراحت له وهو خدها على هواها، ساعتها محدش يسالني على اللي هيجراله. مفيش داعي للتهديد يا حاج، احنا ناس نعرف الاصول وما بنخافش غير من ربنا. سلام عليكم. انا رايي يا ابني تبعد عن الناس دي، الناس دي شكلهم كده ما ورهمش غير المشاكل. انا المهم عندي راي مروه، وانا وهي متفقين ان احنا مش هنحتاج لابوها في اي حاجه. ونعادي ليه بس ابوها؟ ده راجل شكله مش مريح. امال بيقولوا عليه حاج ازاي وبيعرف ربنا؟ هو لو يعرف ربنا كان قال لي الكلام اللي قالهولي ده. خلاص بقى يا ابني، ما دام الراجل ده باين عليه شراني كده، خلينا بعيد عنه ومالكش دعوه ببنته. ازاي بس يا ماما؟ انا بحب مروه وهي بتحبني، ده قالت لي ان مفيش حاجه في الدنيا هتفرق ما بيننا. هو وعدني انه هيخصب على بنته عشان تصرف نظر عن الجوازه دي، وانا كمان وعدته انك هتصرف نظر عنه. وانت ازاي بس يا بابا توافق على كده؟ واحد يا ابني قاعد بيعيرنا بفقرنا، عايز نعمل له ايه؟ اوطى على ايده وابوسها علشان يرضى يجوزك بنته؟ انت يا ابني ترضى لنا الكلام ده؟ ما تنطق يا بنت يا حميده، قولنا ايه الاخبار؟ المره دي بقى جايبالكوا اخبار لا يمكن هتخطر على بال. بالذمه يا بنت، ما تقولي يا بنت وتخلصينا. طبعا انتوا عارفين وراسيين عن موضوع الواد فتحي اخويا وبنت بشان دي بنت غفير المغلى. ها قديمه، اه والله قديمه، وباين لها هتتفشكل. وش عرفك بس يا نازك انها هتتفشكل؟ مش انت برضو يا حبيبتي اللي مطلعه الاشاعه دي؟ انا يا اختي ما بطلعش اشاعات، البت حميده هي اللي قايلها لي كده ولا لا يا بنت؟ انا ما بقولش كلمه غير لما اكون ماليه ايدي منها، وبرأي جوزي هو اللي قايل لي ان البنت بشاندي وفتح اخويا الحب شغال بينهم على اخره، والبت ضامنه وحاطه في بطنها بطيخه صيفي انها تتجوز الواد فتح اخويا. حق يا بنت، لو ده حصل 4 دسات شمع للسيده نفيسه وزيهم للسيده زينب. 4 دسات دقايق قبلتي، ده انا هدبح عجلي وافرقه. وانا يا اختي ادبح عجليه. وانتي يا قبلتي نازك هتدبحي ايه؟ انا هدبحك انتي لو طلع كلامك كده. اه كده. قولي لي بقى، ما عندكيش اخبار طازه كده وجديده؟ انا عندي خبر هتدفعولي عليه انتوا الاتنين فلوس. ما تنطقي اللي تنشكي. مروه اختي. اشمعنى؟ ناوية تدخل العيلة كلها السجن. يا ساتر، تدخل العيلة السجن؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ انت يا اللي تنقرصي. قال ايه؟ جايبة ظابط وعايزة تتجوزه.
طب وفيها ايه يا حبيبتي؟ واحنا ايه اللي هيخوفنا من الضابط؟ احنا لا حراميه ولا قتالين قتله. صراحة ربنا اخبارك النهارده ما تسواش بصله او الا بصله. معلش ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. انت يا بنت عارفه حاجه ومخبيه؟ المهم ابراهيم رايه ايه؟ ما وافقش طبعا. ليه؟ عايز يجوزها لمين يا اختي؟ يكونش عايز يجوزها الوزير؟ ده ابويا صعبان عليا قوي، هيتجنن، مش عارف يعمل ايه. يعمل ايه في ايه يا حبيبتي؟ يجوزه لها حد يلاقي جوازه زي كده؟ ضابط بوليس قد الدنيا، على الاقل يبقى لنا كلنا عزه. عزه. مش بقول لكم اللي ما يعرفش يقول عدس. على فكره يا نازك، البيت دي عارفه حاجه ومخبيها علينا. ما تتكلمي يا بنت وافتشي المستخبي. بقى قابلتي بهيجة تبقى عارفة السر وانتو ما تعرفوش. بهيجة تعرف ايه؟ ها؟ السر اللي ابويا مش عايز يجوز بنته للظابط عشان. طب يا بنت ما تقولي عليه يا بنت. انا؟ وغلاوتكم انتوا الاتنين، لو كنت اعرف حاجة لو كنت قلتلكم. وبالاذن بقى لحسن اتأخرت قوي وما لحقتش اعمل الحمام لبرعي. حمام ايه يا بنت؟ وانتوا كلهم بتاكلوا حمام في بيت كل يوم يا بنت؟ وغلاوتك يا قبلتي، لو ما تعشاش كل يوم تلات تجواز حمام يقول ما تعشتش. ينيلكوا كل يوم يا بنت؟ كل يوم تلات تجواز. انت كدابه ومعاره. شفتي الوكسه والخيبه اللي احنا فيها يا نازك؟ ده الحاج اول ما بيشم ريحه الحمام بيقول لي شيليه من قدامي، انا خلاص ما بقتش اتحمله. ايوه يا اختي ما بقاش يتحمله، انا بعمل له بط. يا اختي قلقت البط بطه كبيره. الله، اقعدوا بالعافيه احسن، انا اتاخرت لازم اقوم. بالسلامه يا حبيبتي، انستي ونورتي. ابقي تعالي شقي علينا باخبارك اللي زي الزفت. انا يا قبلتي زي الزفت. وانت مالك يا اختي سرحانه في ايه؟ في الكلام الفاضي اللي بتحكيه البيت؟ عارفه يا نازك، البيت دي تعرف حاجه كبيره قوي بس مخبيها عننا. ليه يا بابا عملت كده؟ هي حصلت انك تعايرهم بفقرهم وتهددهم كمان؟ عايرهم؟ هو الواد اللي قالك كده؟ ما كانش راضي يقولي غير بعد ما ضغطت عليه. وبعدين يا بابا ما اسمهوش واد. لا اله الا الله، بيني غلطت في البخاري. طب يا ست، انا غلطت في حق السيد المقدم لواء ملازم تاني طيار اركان حرب الاخ علاء، ولو عايزاني اقفز نهار اضرب له تعظيم سلام، انا مستعد اضرب تعظيم. يا بابا من فضلك الموضوع ما يحتملش طريقه. ما هو اصل انت مش عارفه مصلحتك فين. مصلحتي اني اتجوز علاء، اتجوز الانسان اللي انا بحبه، وهتجوزه مهما كانت الظروف. ايه يا بنتي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت مش عارفه ان الكلام ده يزعل ابوكي؟ ليه يا ماما؟ عشان عايزه اتجوز الانسان اللي انا بحبه واخترته. وبعدين انا ما اخترتش واحد صايع ولا هلفوت، انا اخترت ظابط وليه مستقبل. وبعدين عشان تعرفوا احنا مش محتاجين منكم حاجه، ده حتى رافض اني اصرف مليم واحد من مرتبي. معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده ناويه تتجوزي الواد ده من غير رضانا؟ والله لو تقدروا تقنعوني ليه ما تجوزهوش؟ انا مستعده اقتنع، بس هتقولولي بقى فقير اقل مني؟ مش هقتنع بالسبب ده. خلاص يا بهيجه سيبيها دلوقتي ما تكلمهاش، لما تقدر بنكلمها، لانها طول ما هي سخنه كده مش هتفهم حاجه. يعني انتوا برضو مصرين على موقفكم ده؟ لا اله الا الله. مفيش غير حل واحد بس يا حاج. حل ايه بقى ده يا سيدي؟ نخلص منه باي طريقه. انت اتجننت ولا ايه؟ انت عايزنا نقتل ضابط بوليس؟ احنا ناقصين مشاكل؟ ماله حاج، نكر عليه وكده واد برصاصتين ينشوا ويجري. بس انت حمار، انا عندي حل تاني. ما صحاج طول ما واقف قدام مروه عمرها ما هتنساه. بقول لك انا عندي حل غير كده خالص، تعالى بس. ايه هو حاج؟ تمام يا فندم. اقعد يا علاء. ما
تصورش انا قد ايه مندهش لموضوع نقلك لمرسى مطروح ده. انا كمان سعادتك متفاجئ، بس الحقيقه كل اللي مضايقني هو بعد عن الاداره هنا، وخصوصا الشغل مع سيادتك. يا اخي انا لما المدير اداني الاشاره وقريتها ما كنتش مصدق، فاتصلت بمكتب الوزير لان اعرف ظابط هناك كان دفعتي، وسالته عن موضوع نقلك لمرسى مطروح ده. حضرتك عرفت السبب؟ هم قالوا لي انهم نقلوك لكفاءتك، بيقول ان في شغل مهم هناك في مرسى مطروح محتاج لظابط على مستوى عالي من الكفاءه. لكن ايه سعادتك؟ مش عارف يا اخي، انا حاسس كده ان في حاجه. انت قعدت في قعده وكلمت كلام كده ولا كده عن حد من الكبار؟ ما افتكرش يا فندم، احنا اخر قعده قعدناها كانت الندوه بتاعت كليه حقوق، ومتهيالي اتكلمنا فيها بكل صراحه وما حصلش اي حاجه. ايوه يا اخي، يعني لو كانت الندوه دي هي السبب كان زمانهم نقلوني انا كمان، خصوصا وانا زيك يعني من عيله لا حول لها ولا قوه، يعني اهالينا ما كانوش هيعترضوا على نقلنا. هو انا سعادتك، انا من ساعه ما اتخرجت وانا مستعد ان انا اخدم في اي مكان في مصر، وانا من ناحيتي مش هسكت لغايه لما اعرف ايه السبب، وممكن كمان اخلي مدير الاداره يرفع مذكره لمكتب الوزير يقول ان الاداره هنا محتاجه لانك ترجع تاني تخدم هنا. يعني اهي تبقى فرصه حضرتك ان انا ادرس مرسى مطروح واعرف المخارج والمنافذ اللي بيتم فيها التهريب. وانا هطلب من المدير انه يكتب لك جواب لحرس الحدود هناك علشان يساعدوك في مهمتك. وعلى العموم ما هو انت لازم تتنطط هنا وهنا علشان تكتسب خبره وفائده ليك يا حضره الضابط، ولا انت رايك ايه؟ يلا روح جهز نفسك. تمام يا فندم، بعد اذن سعادتك. حاجه غريبه، ولازم كمان تعرف ان نقلك مش هيغير اي شيء، اللي اتفقنا عليه انا وانت هنعمله مهما كانت الظروف. يعني حبيبتي معقوله اول ما اتجوزي اخدك تعيش في مرسى مطروح، ويمكن شغلي يمتد شويه للسلوم ولا مساعد؟ هايل يا علاء، ده يبقى شيء ما حصلش. هو ايه اللي هايل ويبقى شيء ما حصلش؟ انا اصلي طول عمري نفسي اعيش معاك في مكان بعيد زي ده، بعيد عن الناس اللي ممكن يضايقونا واللي ما يقدروش معنى الحب. طب وشغلك في الجامعه والرساله اللي انت بتعمليها؟ اهي فرصه اخد اجازه عشان اشتغل في الرساله على قد ما اقدر. وناويه تقولي لاهلك ايه؟ انا مش ههرب واتجوز من وراكم زي ما بيحصل في افلام السينما. انا ببلغكم من دلوقتي اني هتجوز علاء بعد يومين.